بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمعه لصوته من يعلم بحبها سماعه محرم، ورفع صوت من يخاف منها، ورفع صوت من يخاف منها، من يخاف منها تلذذ عد، ولا ممكن تقول ورفع لا باس، لا باس، ورفع صوت من يخاف منها تلذذ عد منها تشبه الرجال بالنساء في صوتهن أو سواه وعكسا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي بخاري زمانه، الذي قال فيه أحد أبناء ما يابى أصحاب الحديث المشهورين به وأصحاب العلوم الغزيرة، إذ هو في العلوم لا يبارى، إذ هو في الحديث لا يبارى، كأنما نشأ في بخارى، سمي بخاري زمانه سيدي عبد الله، وطبعا أصولي زمانه، وطبعا فقيه زمانه، لكن الحديث لا يبارى فيه. وفي وقت ذلك كان نادرا من يوجد مثله، لذلك صار الناس عيالا عليه في مشارق الدنيا ومغاربها، بكتابه طلعة الأنوار والمراقي في أصول علوم الحديث، في أصول الفقه، هذان نادران نادران. قال سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع باب كبير من أصول الفقه، وكذلك أيضا فتح الذرائع المحرمة أيضا باب كبير جدا من أصول الفقه. فهذا من سد ذرائع، وهو فتنة ابتلى الله تعالى بها المسلمين الآن، هي فتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء بالرجال، أمر يرتبه له العالم، ما يسمى العالم الإسلامي بالثقافة الإسلامية، بأن تكون المرأة ترفع صوتها أمام الرجال، وأن يكون الرجل، يعني حتى العلماء والعياذ، من يسمون علماء ولكن هم علماء السوء بالأخبار، أول من يصلى سعير النار، هو يتبادل مع الشاب أو المرأة التي وجهها كالقمر ميكروفون، يعني أنت تكلمي أستاذة وأنا أتكلم، حتى في الجامع الأزهر أنت، أنا كنت أقول لك يعني واحد عالم موريتاني يعني معروف في التسعينات أو في الثمانينات، في التسعينات يقول لا أقطع كلامك الرئيس أيتها الرئيس، يعني هي بوسط الأزهر وهو يقول لا أريد أن أقطع كلامك، يعني وهي يتبادلان الكلام أمام الجميع الشاشة. هي وقاحة، إذا أنت لم تستحي فاصنع ما شئت، لو كان رجلا، لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، لو كان رجلا كان رجلا صالحا، ولا يأتي إلا بخير الرائحة. الحياء من الإيمان، رجل يقال له عالم يخرج على الشاشة معه النساء المتبرجات، يعني هاي تلبس يعني ثوب موريتاني جميل جدا، لو نظرها حمار لفوتين بها، ما بالك بواحد من أي جنسها، لو نظرها، ولو نظرت حمارا لفوتينت به، هي جاهزة للفتنة، متعطرة وعليها لباس يعني يدهش وجميلة، ولو أنها قبيحة هي جعلت عليها من الألوان ما يخرجها عن عن الآدمية، صارت. أنا أقول لهم تعلم أني أقول للنساء التي يتجملن أمام الرجال، أقول لهم أنتم سمك، أنتم أسماك، لستن بنات آدم، أنت تعرف أن أقول ذلك، أنت تعلم أن أقول هنا أنتن سمكات، لستن بنات، أنتن سمكات، وأنتم يا رجال خينات، ما عندكم غيرة على زوجاتكم ولا بناتكم ولا خواتكم ولا على أي مسلمة أصلا، من لا يرحمه لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يا رجال ارحموا النساء. هذا الفساد. وأنا كتبت رسالة أمس كتبت فيها كون الرجل يعني
ما يسمى بالثقافة الإسلامية الآن، أن الرجل يكون لطيفا مع زوجته ومع أبنائه، هذه يقال لها الغباوة، هذا يقال له اللطف. إذا قيل رفقا فللحلم موضع وحلم، قال فللحلم موضع وحلم الفتاة في غير موضعه جهل، هذه يقال لها الغباوة، هذه لا يقال لها الرحمة ولا يقال لها اللطف، هذه يقال لها الغباوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، ما لم تنتهك حرمات الله تعالى فإذا انتهكت ما كان يقوم لغضبه أحد، ما يمكن للحاضرين أن يرفع واحد منهم رأسه، حتى أبو بكر الصديق وعمر وأمثاله. هذه فتنة افترى الله تعالى بها المسلمين. من محرمات اللسان إسماع، حتى الرجل إسماع الرجل صوته لمن تفتتن به، يحسن صوته أو يعلم أنها تفتن بصوته ولو أنه قبيح، حرام عليه أن يتكلم أمامه، لأنه سيؤدي إلى فتح باب الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالرجل فالمرأة خلقت من الرجل، لأن أصل المرأة مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام، فالمرأة خلقت من الرجل وجعلت شهوتها فيه، وطبعا شهوته الرجال من النساء هذا شيء معروف. الله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بسورة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر، فبدأ بشهوة النساء قبل الأبناء وقبل الأموال لعظم تعلق الرجال بالنساء. فكون الرجال الآن لا يفتنون بأصوات النساء لأنهم مشغولون بالزنا، وما فوق ذلك هم لا يفكرون عن صوت المرأة أصلا، لأنهم يجدون من الزنا ويجدون، فهذه مقدمة أصوات مقدمة لما هو بعد ذلك. فكونوا لا يفتنون باللمس، حتى هم الآن كثير من الشباب أمريكا هنا قالوا وأنتم تعلمونها، واحد لو مس زوجته لا يشتهي، ولو مس امرأة أخرى لا يشتهي، لأنه تعود على الزنا. هذا من باب الإنسان لما يتعود على شرب الخمر القرقفة الخطيرة، يكون ما دونها من الخمور لا يسكره. هذا ما ليس من باب، هذا ليس حرام اصلا، هذا من باب انك انت تعودت على مسكرات فوق المسكرات العادية، واحد تعود على الزنا وعلى شرب الخمر الخطيره، هذه لا تنفع هذه الامور. كم من واحد الان هو في كانسر، من سرطان خطير، فلو اعطيته تيلانول باراسيتامول لا يفيده؟ لا يسكن شهوته، لا يسهي، هذه الامور لا تسكن شهوته، كما ان باراسيتامول أو تيلانول لا يسكن ألم 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 السرطان، كذلك هو ليس الأمر ليس بحرام بنفسه، هذا من تعوده على وعلى الموبقات. نعم. وأنتم تعلمون هذا صحيح؟ نعم. أنتم تعلمون هذا تعيشونه. فهذا الذي يخدعكم به المحاضرون. كذب. لولا الأصوات ولولا التلوين ولولا الجمال ما وصلنا إلى هذه الدرجة الخطيرة التي وصلنا، لا نستفي حتى لا نكتفي بالصلايا، ما صرنا، صار الرجل لا يكتفي بالقبلة ولا يكتفي باللمس ولا يكتفي بالكلام، لأنه ينتظر الزنا، لا يقتنع بمرحلة، يعني لا يقتنع بالدون، لا يقتنع بالصلايا، يقتنع بالكبائر الجرائم، مع أن الصغيرة إذا دامت لا تكون صغيرة، كما قال السيد عبد الله بن حاج إبراهيم في مراقي السعود: لا صغيرة مع الإدمان المبطي للثقة، لأن الصغيرة إذا دام عليها صاحبها صارت كبيرة. الناس دائما تدوم على الصغائر والكبائر، لا تفرق بينها. رفع الرجل صوته أمام من يعلم بها أنها تفتن به لا يجوز، وكذلك أيضا إسماعه، أن يسمع المرأة صوته وهو يعلم أنها تفتن بذلك أو يغلب على ظنها لا يجوز، لأنه فتح باب له ولها بالفتنة. ولذلك العلامة الشيخ محمد الحسن بن الخديم حفظه الله تعالى ورعاه يقول شيء عجيب عن محاضرات أهل الزمان، وأنا قد أعطيت على ذلك درسا: إذ المحاضرات في الزمن للجهلاء أدهى دواهي الفتن، فيها الفتى يخرج مع فتاة يفتنها أو تفتن الفتاة، كل بها عن علم الأحكام شغل يخوض فيما ليس تحته. حتى المحاضرات بنفسها قائدة إلى الزنا وإلى الفتن، صارت دروس العلم قائدة إلى الفتن. اسمعه بصوته من يعلم لصوته، أن يسمع المرأة صوته وهو يعلم بحبها سماع ذلك الصوت أن تفتن به، خوف أن تفتن به حرام محرم. ورفع صوت من يخاف
ورفع صوتي أو رفعه كل منهما يجوز. رفع صوتي من يخاف منها تلدون عدو، عدو رفع صوتي من يخاف منها. عد العلماء رفع صوت المرأة لأن المرأة أكثر تعرضا للشهوات من الرجل، فقال المرأة ولو أن الرجل لا يريد صوتها ما دام يغلب على ظني أنها تفتن الرجال بصوتها على العموم لا يجوز أن ترفع صوتها أمام الرجال. رفع صوتي من يخاف منها تلذون عدو، عدو من محرمات اللسان، فهمت؟ حرام على المرأة أن ترفع صوتها إذا كانت تعلم أنه سيثير الفتنة منها ولو كبيرة في السن، في السن. أما الشابة فسيتكلم عليها لأنها ما ظنت الفتنة. ما عدو عدو حسبوه جعلوه، أنا جعلوه من حساب المحرمات، حسبوه عده، عد المال على أكاونت، عدو من محرمات لساني أن ترفع المرأة صوتها إذا كان تعلم أنه يفتن، على الغالب أنه يفتن الرجال. ونحن كما قلنا صوت النساء الآن لا يفتن لكثرة تعلق الرجال بما فوق الصوت، وأيضا اللمس لا يفتن الآن كثير من الرجال لأنهم تعودوا على الزنا. ولكن الأحكام المعلقة على الظنيات لا تزول بزوال العلة. عد العلماء أن الأحكام المعلقة بالعلة الظنية أن العلة إذا زالت لا تزول. نعم هذه أيضا ما علق بالظن لا يزول بزوال العلة، لا يدخل في تلك القاعدة. وهل بنفي علة يزول حكم؟ لا يدخل بها أيضا. وعدوا منها أيضا تشبه الرجال، عدوا من محرمات الرجال النساء اللسان، من محرمات اللسان وكذلك من محرمات الأفعال تشبه الرجال بالنساء في أصواتهم أو في أفعالهم حركات. أنت تعرف الآن أن الرجال صاروا إناثا كلهم، واحد يقول عندما يتكلم بليز من فضلك سامحيني أنت طيب أنت بليد، حتى لما يتكلم حتى مع الرجال يتكلم كلام مرأة. نعم. أنت من فضلك سامحيني، من فضلك أنا أحبك وأنت تحبيني، كلام غبي. هذا الكلام بنفسه لا يناسب رجل. إذا يقول أنا أحبك بهذه اللهجة وأنت تحبيني، هذا كلام طفل مع طفلة يريد اللهجة، ولكن هذا ليس بكلام رجل. هذا ليس بكلام رجل. تشبه الرجال بالنساء وكذلك أيضا تشبه النساء، تقول هي هكذا يس أنا أحبك، هو يقول باللطف وتقول له هي ترفع رأسها هكذا وتقول كأن هو صار القطة وهي صارت الأسد. أنت تعلم هذا؟ نعم. أنت أمريكي، أنت لابد أن أكون واقعي صحيح؟ نعم. للأسف الشديد، قولي للأسف الشديد. حالنا حال الأرانب والنساء حالهن أو حالهم، ذكرهم قل حالنا نحن النساء بمعنى الرجال حال الأرانب الإناث، وحال النساء حالهم ذكرهم حتى يكون لهم المقام الكامل. حالهم يعني النساء بالتذكير حال الأسود أمام الأرانب، هذا صحيح؟ صحيح. هذه الحقيقة مريرة. واحد شاب أفغاني السيد مصطفى قال أنا رأيت في ميرا النائم مراقب الحاجة، أقول لي أنت تقول لنا الحقيقة المريرة. قال أنت تقول لنا الحقيقة المريرة. قلت له لابد من الحقائق المرارة. سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها عليه السلام، ممكن نقول عليه السلام كما يقول البخاري وأحمد بن حنبل بن زهد، نقول رضي الله تعالى عنها، وليس هذا مذهب شيعي يعني، والحمد لله رب العالمين على مذهب. المهم أن قالت رضي الله تعالى عندما وقفت تريد الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو الخليفة في ذلك الوقت، فقالت كل ابن يرث من أبيه إلا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لا فاطمة بنت. قال الحاكم بيننا علي رضي الله تعالى، القاضي علي رضي الله، ما في مشكلة، بس أجعل القاضي يعني بيننا باب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم مدينة علم وعلي بابها، والأمر إلينا، أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر الآن سيتنحى عنه، سيجعل القاضي بيننا، أنا الآن سأكون واحد من الرعية حتى تقنع يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني لا أظلمك بفضل. فقال له يا علي احكم بيني وبين فاطمة. قال لها يا فاطمة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فقالت صبرا على مر الحق،
القاضي لا يداهن، القاضي هنا علي يعني لا يفكر عن فاطمة ولا عن الحسن ولا عن الحسين بالحق يعني، ولا يفكر أيضا عن أبي بكر، ولا يفكر عن نفسه، يفكر عن يوم القيامة. يا ماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ هل حكمت بالحق أو بالباطل يا علي رضي الله تعالى عنه؟ يقال لك باب العلم، ولكن أنت باب العلم أو باب المشاكل؟ حاشاه وحاشاه وحاشاه وحاشاه. إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، قاضي السماء رب العزة والجلال، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ودارككم ويعلم ما تكسبون. هل أنتم قضاة حق؟ هل أنتم محاضر حق؟ هل أنتم علماء حق أو علماء سوء؟ واحد يقول للمرأة كوني أمام الرجال رجلا، ويقول للنساء للرجال كونوا أمام يعني النساء إنادا أو خنادا أو قططا، أي فتنة فوق هذا على المسلمين؟ يا رجال تشبهوا بالنساء، ويا نساء تشبهن بالرجال، والمرأة مثل الرجل، والنساء والرجال والنساء شقائق الرجال. ما وجدوا حديثا يدخلون به الفتنة على الناس إلا حديث أبي داود أو غيره. نساء شقائق الرجال، شقائقهم إيش؟ في الصلاة وفي الطهارة، ولكن هل شقائقهم في الحيض والنفاس؟ هل شقائقهم في الميراث؟ هل شقائقهم في الشهادة؟ هل شقائقهم في الإمارة؟ هل شقائقهم في الخلافة؟ هل شقائقهم في القضاء؟ هذا يعني ما وجدتم التمازل إلا كذب. وهل شقائقهم في العمل؟ هل واجب على المرأة أن تنفق على زوجها ولو على الفراش؟ هل واجب عليها أن تنفق على ابنها ولو مقعدا؟ لا يجب عليها. يرجع الأمر على جماعة المسلمين. حتى الأم لو كانت لديها 20، لو كانت لديها 20 ولدا، لا يجب عليها أن تنفق على واحد منهم ولو عميا صما. هذا كلام باطل. هذا زخرفة الغرب، يعني زخرف الغرب، يعني زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربكم ما فعلوا. تشبه الرجال بالنساء حرام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن لا يأتي إلا على كبيرة. اللعن من الله تعالى خطير. لكن المشكلة الآن هو أن الغرب يعني غسل عقول المسلمين ودمر عقليتهم، وصار كل ما يقال لهم قال الله ورسوله لا بد أن يجدوا يعني هذا. حتى واحد أمس في الصبح يقول وراء كل عظيم امرأة، وراء كل عظيم امرأة، وليس بعظيم أصلا. ما دام لا يمكنه أن يقوم بمسؤولية زوجته ويريد أن تشاركه في الأمر ويريد أن تكون مثله، هذا ليس عظيما أصلا، هذا كذب. ما أنه ليس عظيما وما أنه بليدا، يقول وراء كل بليد، لتكون المسألة على حالها وليست نفاقا. أنت رجل عربي، لست أنس رأيت اسمه، رجل عربي تقول وراء كل عظيم امرأة، أين المرأة التي وراء العظيم؟ كلام. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وما فيه حديث أقوى ولا أفصح من حديث أسماء رضي الله تعالى خطيبة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة هل رأيتم امرأة تخطب في هذه الخطبة؟ قالت نحن أنتم الرجال تذهبون في الغزو، تذهبون في الجهاد، تذهبون في كذا، ونحن في بيوتكم نربي الأطفال ونفعل ونفعل ونفعل. قال طيب، المرأة ماذا حقها؟ ما تفعل شيء أحسن من حسن تبعولها لزوجها، معناها احترام مثلا، خلاص لكنا الأجور كاملة. وهذا سأدرس هذا الحديث حرفا حرفا، أحب من أحب وكره من كره وغضب من غضب. وأنا أكره فكرة الغرب بكاملة من أولها، من أليفها إلى يائها، من أي بي سي تي بالإنجليزي، وأنا لا أعرف الإنجليزي أيضا الحمد لله. الغرب أعوذ بالله دمر عقليات المسلمين. وعدوا من هذا التشبه الرجال بالنساء في صوتهن أو أفعالهن، فكذلك حرام. وكذلك لبس المرأة لباس الرجل، ولبس الرجل لباس المرأة، ولبس المرأة لباس نعال الرجال أو بالعكس،
وفي الأصوات وفي الحركات وفي 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 كل ذلك حرام، لأنه تشبه بغير جنسها وهو تغيير لخلق الله سبحانه جل جلاله، كما قال تعالى: فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مصيرا، مأواهم مستقرهم جهنم نار الخلد، أعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء وزوال النعمة تعوذ العافية. اللهم صل صلاة تامة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي كمال الله كمال يليق بكماله. صلى عليك إلهي ثم قال لنا: صلوا عليه عبدائي وعبادي، فتلك مرتبة ما نالها أحد من النبيين في جمع وأفراد. اللهم صل عليه دائما عددا من الملايين، لا يحصى بتعداد كل شفيع ليوم أي ومن عسر، رب العباد لهم في ذي مرصاد. ولا تذدنا عن الحوض الذي كما يزاد ذود عطاش رب إرادي، وثبتنا بقول ثابت أبدا في نسع روح وتصويب وإصعاد، وتحت ذا اللحد أمنا إذا رجعت صحب فرادا ومثنا بعد إلحاد، ووفقنا إلى قول نجيب به ملائك الله في سؤل وإقعاد، وكن شفيعا لآبائي ومن ولدوا، وكن شفيعا لأشياخي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي، وكن شفيعا لطلابي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي، وكن شفيعا لأحبابي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي، وكن شفيعا لأعواني ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في دنيانا وديننا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. اللهم اضف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وردنا في دنيانا وآخرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، وانصر على القوم الظالمين. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الكائنات، وعلى آله وأصحابه أصحاب المقامات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.